الحمد لله. وبضربة زاوية كان حضور مختلف، مع العلم انه هو ناس كان عندها اشكال على عمرك. مو هم فاهمين انه الام لازم تكون بعمر معين، يعني اللي الصورة اللي مرسومة انه عمرك مو بعيد عن هند، وعلى الاقل شكلا فالناس شكلاً ترضى. مو مهم طبعا، قد يكون بيناتنا 15 سنة بس مو مبين. صح، هي مو اقول لك المشكلة بالشباب الدائم، يعني هم في مشاكل. المشكلة اني ما متعلم علي الجمهور بهذه الادوار، دائما الحبيبة الزوجة يعني هذه تعرفين كاركتراتي اللي اشتغلتها. فبعد هذا الجو اللي هم شايفيني به، تطلع صبا ام لبنية شابة قد تكون هي ممكن اختي الصغيرة، يعني هو هذا شكلا انت تقيسين هيجي، لكن مضمونا ككاركتر تقدرين تلعبيه. هنا تطلع القدره الممثل على انه قادر يتحدى حتى عمره. حبيتي طيبه جدا؟ ايه. شنو هو انا بالنسبه لي هناء هم هي من ضمن اهدافي، كنت اقول لازم اشتغل شخصيه مختلفه. يعني اوكي حبيبه زوجه فقيره غنيه وبعدين فاجى نص طيبه أم عراقية تشبه هواية أمهات، وأني يعني جدا من الناس اللي يقولون لا ممكن العمر مو هو يحكم ولا الشكل. ترى لحد الآن أنت شفت ردود يعني أفعال الناس، فأنا أقول لهم ديش الكاركتر هناء. يعني أنتم من تشوفون أنت صغيرة بالطبيعة، لا ما أنتم أصلا عارفين أنت صغيرة وضعيفة وهيك، أنتم عارفين أصلا، ولكن الكاركتر صدقوه بشكل أي هو بيجي هذا الجانب الإيجابي أنه أنت ناجح لدرجة أنه صاروا يشوفوك الكاركتر اللي طلع بالعمل مو الكاركتر الحقيقي. طبعا مع أنهم شايفين هذه سبب اللقاءات قبل وشايفيها وبالطبيعة ويدرون أني الشاشة أحيانا وزن، وأحيانا أني الدور أقول لا خلي أتوقف شوية عن الدايت، هذا الوزن يطلعني أكبر. فهاي انه انا مجرد لعبت كاركتر ونجحت بي. انت عايشه دايت طول الوقت؟ لا عبالي اكثر وحده الزاغل بالدايت اني خفت عليك، بس ما راح ارجع اسمن ابدا، لانه الرياضه خلاص هي صارت من ضمن روتين حياتي. عظيم، زين اوكي. ايش قد تشبهك هنا؟ تشبه امي الله يرحمها. ما تشبهك؟ ما تشبهك خلينا على الاقل، ما تشبهش فكريا على الاقل؟ لا لا ابدا، هنا كل شيء بيها مصبر. ما تشبه ابدا، للحظات اكو رياكشنات احس منها او شيء رياكشن امي الله يرحمها. اوه فاني خليت هي قبالي. امي انسانه مضحيه، كل شيء سوت حتى احنا نكون بدرجه عاليه من التعليم وكل الاشياء الحلوه. تخاف علينا، كانت حتى من الناس، من الحب، من كان عندها أهداف وأشياء. فهنا هي أمي تشبهها، بس أنت ما تشبهيها. أنا نسخة. ما تشبهها أقصد فكرة. بعض الأشياء حنين أنت وين توديني ترجعيني؟ هواي من عدنا. لا بعض الأشياء اكتشفت أنه أمي هي صح 100%. أنت كنت رافضة أشياء اكتشفت أنه هي مو غلط. اي او يصير كان ضغط علينا. انت بهذا العمر انت تعرفين انه من تكبرين انت تكتشفين انه اني لازم اشبه امي بهذني، ومستحيل اشبه امي بهذني. وقايلتها حتى مع اصدقائي يدرون دائما مستحيل تشبهيها بشنو. امي مستبده برايها. انت مو مستبده؟ لا اخذ وانطي، وممكن عندي شويه عناد، بس لا لا اسمعك، لازم اسمعك، وقد يكون ممكن اخذ منك تاخذين. انت اعترف انه انت ساعدتيني او اكو شيء قرب لي وجهه النظر. ممكن يفيدني، هذا ممكن يضرني اكثر ليونه من والدتي الله يرحمها. وشنو اكيد تاخذي من عندها او اكيد عندك من عندها؟ من عندها هي دائما من تسوي الشيء تحب تسويه صح. يعني على اتم وجه، اتم وجه. وقراراتها عندها نقله دائما من تقرر بشيء، يعني قراراتها تكون صائبة للأمانة. قراراتي زينة. يعني دائما تقول بتريدين تقررين بشيء لا تظلين مترددة، حسمي أخذي قرار. فأني إيه أبوج من الإنسان اللي يظل هسه أني أعوف أو أني أسوي لو ما أسوي. تتحملين مسؤولية القرار؟ هي كانت اندفاعية. وأنت تتحملين؟ طبعا تتحملين مهما كانت النتائج. والدتي كانت بحيث من مرة قررت أنه نسافر، إحنا يعني ممكن عادي ب 15 يوم سافرين.